ما بين ليلة وضحاها، فما بين استنجاد أوكرانيا بالغرب والرد الروسي القاسي الذي تمثل في احتلال باخموت، فالغرب يوقف دعم أوكرانيا وزيلينسكي يستغيث بالغرب. أمدونا بالدبابات والمعدات الثقيلة ولا حياة لمن تنادي. بريطانيا تدعم أوكرانيا بالدبابات وبوتين يرد، فما هي تطورات الحرب الميدانية في الأراضي الأوكرانية؟ وهل سيطر الروس على مدينة باخموت الاستراتيجية؟ أوكرانيا تستغيث والدب الروسي يلتهم المدن الأوكرانية ويسيطر على باخموت. بعد كل الدعم الغربي الذي هطل على الأوكرانيين منذ إعلان روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وبعد التحذيرات التي وصلت إلى حد التهديد بالنووي من قبل روسيا للغرب وأوروبا، اتخذت تلك الدول هذه التحذيرات على محمل الجد الآن. ومع دخول الحرب منعطفا جديدا، ومع استمرار الروس وعزمهم الكامل على السيطرة على غالبية المناطق التي تم ضمها وفق قرار الكرملين قبل نحو 4 أشهر، تراجع الغرب عن دعم أوكرانيا. نعم يا عزيزي، قد يكون الأمر مستغربا عليك، ولكنها الحقيقة إذن. فبعد كل الدعم الأمريكي الذي وصل وفق التقديرات الأمريكية إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب وحتى الآن، توقف هذا الدعم. وقد يثير تساؤلك، ما السبب وراء هذا التوقف؟ هل للانهيار الاقتصادي الذي يشهده العالم الآن دور في ذلك؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟ تجيب وزارة الخزانة الأمريكية أن سقف الدين الحكومي الأمريكي ارتفع عن المعدلات الطبيعية، حيث بلغ نحو 32.5 تريليون دولار في هذا العام المالي، ما دفع الكونغرس الأمريكي لوقف بعض الأنشطة التي تقوم بها الحكومة من شأنها الإنفاقات خارج حدود الدولة، وعليه سيتم توقيف الدعم العسكري لأوكرانيا. ولن تستأنف أمريكا هذا الدعم مرة أخرى إلا بعد موافقة الكونغرس الأمريكي على رفع سقف الدين الحكومي، ما رفضه كيفن ماكارثي زعيم حزب الجمهوريين ورئيس مجلس النواب الأمريكي، حيث أكد الجمهوريون أن السبب وراء رفضهم لرفع سقف الدين الحكومي هو تقليل نفقات الحكومة وموافقة الإدارة الأمريكية على وقف دعم أوكرانيا، وهو ما ترفضه الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي. ومع احتدام الخلاف بين الجمهوريين والإدارة الأمريكية وحالة الاستغاثة التي تعيشها أوكرانيا في الوقت الحالي، خاصة ومع استمرارها في طلب المزيد من المعدات الثقيلة والدبابات لمواجهة القوات الروسية، إلا أن بوتين أصم آذانه عن كل ذلك ووجه سمعه وبصره نحو هدفه في أوكرانيا. فما بين الغرب وأوكرانيا المنشغلين بمسألة الدعم الغربي لكييف أو توقفه، وما بين القيصر الغارق في النهم من المدن الأوكرانية، حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى تقدم القوات الروسية وقوات فاغنر وسيطرتهم على بلدة سوليدار التي ستفتح لهم الطريق صوب مدينة باخموت الاستراتيجية. ويشير الخبراء إلى أن بوتين عازم وبكل قوة على احتلال تلك المدينة، وذلك لكسر حاجز العظمة والحصانة التي منحها الأوكرانيون لتلك المدينة، حيث أحاطوها بهالة من الصمود والقوة، إلا أن بوتين يريد أن يثبت أنها غير عصية على قواته وفاغنر في الأراضي الأوكرانية. طلقات تدوي وصراخ وأهات، فرار للجنود الأوكرانيين، سيطرة للروس على المدينة، العلم الروسي يرفرف في سماء باخموت، مشاهد حقيقية من الأراضي الأوكرانية وبالتحديد من باخموت الاستراتيجية، حيث كانت قوات فاغنر قد حاصرت المدينة من جهاتها كافة واستعدوا للهجوم عليها. وتشير الأخبار أيضا أن راجمات الصواريخ الحرارية الروسية قصفت المدينة بكل قوة وشراسة، ما استدعى فرار القوات الأوكرانية المرابطة بها. ويؤكد قائد القوات الروسية في أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية التي كانت تقاتل في تلك المدينة ليست أوكرانية خالصة،
بل كانت قوات من بولندا وأمريكا وغيرها من الجنسيات المختلفة. وبعد تطويق فاغنر للمدينة اقتحمتها القوات الروسية. هذا وانتشرت العديد من المقاطع المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي أبرزت العلم الروسي وهو يرفرف فوق أعلى المناطق بالمدينة. اقتربت موسكو من إحكام قبضتها على باخموت التي شهدت معارك دامية خلال الأشهر الماضية. لكن على الجانب الآخر يتوقع المعسكر الغربي شن هجوم مضاد من قبل أوكرانيا لتعويض خسائر الساعات الماضية. وإليك أبرز خطوات الجيش الأوكراني في نواحي باخموت حاليا. تقدم باتجاه قرية كرانسبولي قرب مدينة سوليدار. السيطرة على كليشيفكا وهي بلدة صغيرة جنوبية باخموت شرقية أوكرانيا. في محور دونيتسك سيطرت قوات روسية على قرية دوفوريتش في جمهورية دونيتسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة. في محور زابوروجيا تمكنت روسيا من السيطرة على عمق 7 كيلومترات وتحرير عدة مناطق. السيطرة على قرية لوبكافيا الصغيرة الواقعة قرب نهر دنيبرو جنوب شرق زابوروجيا. هذا وتشير التقارير الواردة من الإدارة الأمريكية بمطالبة مسؤول أمريكي الجيش الأوكراني بعدم السعي للدفاع عن المدينة شرق البلاد، وأن يركز الجيش الأوكراني أكثر على الاستعداد لشن هجوم مضاد كبير ضد القوات الروسية. وأكد أن الأولوية المعطى للقتال في باخموت تعرقل أوكرانيا عن مهمتها الأساسية المتمثلة في التحضير لهجوم استراتيجي ضد الروس في جنوب البلاد خلال الربيع. روسيا تعدد جبهات القتال في مقابل الأوكرانيين. بعد أن تمكنت روسيا من تقليل وخفض حجم الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، بدأت في تعدد جبهات القتال في أوكرانيا، حيث تفتح جبهات للقتال في زابوروجيا وباخموت وسوليدار وغيرها من المدن، وهو ما يؤدي إلى تشتت القوات الأوكرانية وعدم قدرتها على صد الهجوم الروسي. وقد يثيرك تساؤل عزيز المشاهد، لماذا مدينة باخموت؟ وما هي أهميتها الاستراتيجية؟ تعد باخموت بالنسبة إلى الأوكرانيين حصنا للدفاع عن باقي مدن دونيتسك. منها توجه ضربات نحو المواقع الروسية في الأجزاء الأوكرانية الخاضعة لسيطرة الروس. أهمية باخموت تعززت بالنسبة لروسيا عقب خسارتها لمدينة إيزيوم جنوب منطقة خاركيف الشمالية منتصف سبتمبر، حيث باتت بوابة جنوبية شرقية شبه وحيدة لتقدم قواتها في عمق مقاطعة دونيتسك، خصوصا نحو المدن الرئيسية الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. كما تأتي أهمية تلك المدينة بالنسبة لأوكرانيا في أنها أصبحت محط أنظار العالم، كما باتت رمزا للصمود والعزة لدى القوات الأوكرانية. إلا أن روسيا تنظر إلى السيطرة عليها على أنها بمثابة تحقيق نصر كبير للقوات الروسية، كما حدث في منطقة أزوفستال.